يخرب بيت اللحظة بس يولو بيه يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، عسى الكل بخير وصحة وسلامة، حياكم الله. اليوم في تجربة لعبة ببجي لايت. اللعبة هذه خدت فيها جيمين وصراحة عجبتني، يعني الجرافكس فيها خرافي. الفرق بين الجرافكس في ببجي موبايل وببجي لايت والله الربع شيء خرافي. فأرويكم التجربة اليوم. طبعا الفرق هي ببجي فيه ثلاث أنواع، اللي هي ببجي ستيم وموبايل ولايت. ببجي ستيم اللي هي أقوى شيء، يحتاج لك جهاز قوي مرة عشان تشغلها، وببجي لايت ما أخذه منها كثير، الجرافيكس فيها خرافي لدرجة أني ما قمت أفرق الفرق الكبير بينها وبين ببجي ستيم. ولكن ببجي موبايل كراتين هذيك للأمانة، يعني نكون صريحين مع بعض، ما ألعب فيها كثير إلا وقت البث او عشان اللعب مع المشتركين ومن هذه الامور، بسبب سهولة التواصل او سهولة حصولها يعني على جوالات الجميع. ويلا خلونا نجرب اللعبة. لا تنسون اللايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك، ونشر المقطع، وبسم الله. دقيقة وثلاثين ثانية عشان يبحث على الجيم، هذا الدليل على ان اللاعبين مرة قليلين اللي يلعبونها للأسف الشديد. انا مش دخل تدريب ولا ايش سالفة؟ اصبر اصبر، خلنا نشوف لي رش سنايبر. مسكت الام طلقه، ما يمدي طلقه صح، ما يمدي طلقه، ما عليه، الام ان شاء الله نجيبه في الجيم. شوفوا الفرق يا جماعه الخير، شوفوا الطبيعه، شوفوا الجمال، الفرق يلي تلعبون ببجي موبايل والله فرق كبير. شوفوا شوفوا شوفوا، بطب في المكان المعتاد اللي دائما تنزلونه، الحاويات. كنت ناوي على بوشنكي لكن ذكرت الحاويات الحين وبغير الخطة. شوفوا الفرق يا جماعة الخير، شوفوا المناظر الجميلة. ننزل في أول حاويات. الله ما اشوف احد معي ولا ترررررررن. سلام سلام على التنزيل، تنزيل معلمين. في كاتم هنا، في 16 بارل، اسحب يا اخوي. طبعا هنا مش تاخذ سلاح تحصله معشق نفس ببجي موبايل، لا يا حبيبي، تاخذ سلاح طيحته بالغلط مثل الحين تروح تعشقه مرة ثانية. يعني اول ما تنزل تقابل واحد كذا قدامك ياخذ سلاح وانت تاخذ سلاح، من يعشق اول واحد، ما في نظام من ياخذ. بس والله اللوت خرافي يا اخي، اللوت خرافي. هلا بالام 24، هلا. لا والله كار. طيب انا جاهز، بس ناقصني سكوبات، ما ادري اذا كان في احد معاي. روح روح وات وات. شكرا لك على الخوذة. وات، في بوتات في ببجي موبايل في ببجي لايت؟ هذا بوت ولا ما هو بوت؟ حتى ما قريت اسمه. وات، خرشني يا رجل، اقسم بالله انه خرشني. يلا حصلنا موتر ومدرعم على بوشنكي والمدارس، ونشوف الفلة هناك يا رب. سكوب واحد في بيوت على الطريق هناك، اروح اشوفها. احلى شيء بعيد من ببجي موبايل انه ينزل من الموتر بدون الجلتش هذاك اللي يصير لي دائما في ببجي موبايل.
يوم انزل من الموتر ما يمدينا يتحرك، هذا اجمل شيء غير الجرافكس طبعا. ايه تكسير درايش. الحمد لله حصلت سكوب. واحد اسمع واحد اسمع واحد يرمي على مين يرمي على مين يرمي على مين هذاك ليكون في احد داخل البيت هذا كان يرمي على واحد يرمي على مين هذا يحسبني مكمبر داخل البيت وايش سالفه هذا شكرا والله يا شباب شوفوا 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 اللوت شوفوا اللوت شوفوا اللوت شوفوا الكرم ما هو بمثلكم في ببجي موبايل قطير 13 باندج طيب ما في رصاص اخضر شلون تيريريرن هذا ما يرمي بس يفرفر بالطيار ارم اوه ضرب ليزر تبا لك تبا لك اوه في واحد ثاني قدام شوف هنا كانت قريبة والله كانت بعيدة والله بوتات بوتات حتى ببجي لايت الظاهر ما تنفع يا جماعة الخير وش ذا وش ذا جرافكس احسن بس بوتات ليه بوتات لان ما في عدد كافي من اللاعبين يعني يدخلون هاللعبة شيء غريب اللاعبين الحقيقيين يعني اكيد بشوفهم في اخر عشرة مستحيل يموتون من بوتات زي كذا فاخر عشرة نتفائل انه بيكون الفايه قوي بدي يكون في نص اوه في الجزيرة نسوي كمبرة الجسر ولا الرجال مسوينها قبلي رماها في الجزيرة الله يستر من كمبرة الجسر كمبرة جسر يا وسخ يا وسخ يا وسخ يا حقير ام 24 والله ما ادري صراحة انا احب الكار والام 24 كويس يلا بما اني نزلت الاغراض هي حركة حلوة انه لو شفت كمبرة جسر على طول حول على السيت الثاني وادخل في الفايت معه لا تجلس توقف وتنزل بس لم تضبط معي صراحة لاني اخذت الكار ما جهزت السلاح بيدي من البداية انا شفت وين كان جالس جالس هنا داخل خرب بيت الحركات وربي حركة خبيثة ما ادري احسه نازل او ارجع ورا يمكن ايوه بس اروح للدروب يا ولد كم دروب هناك باخذ الموتر بحرك حط فوق البيوت مرة قريب والله يا رجال باقي خمسة روح اختار لك موتر
الله يخرب بيت. في سنايبر وراي، في سنايبر وراي. يخرب بيت اللحظة بس يولو بيه يا شباب، انا خقيت والله. اصلا خذ ليفل 3 كنت لابسها ونزلت. يا ساتر يا اللوت يا ساتر. باقي ثلاثة معي سموك، هذا كله اللوت ما معي سموك. خلاص ماش ابغى انا. باقي ثلاثة وين زابنين؟ معقولة كلهم في البيت؟ ما عندي سموك، كارثة والله. أزبن من واحد يطالي ثاني. الحين طلقت مرتين فيعرفون مكاني أكيد، ورتل هذاك. المكان مش عاجبني إلا مانا. الله يستر واحد يستقبلني. ودي بس أنظف المكان من ورا، استطلع المكان من وراء قبل كل شيء. حبة في البوست. اشرب جعل ما يشرب غيرك. اشرب. خرشني هذا على بالي واحد والله. اشرب، اذا ما شربت الحين متى تشرب؟ باقي اثنين متى تجالد وهذا لا. طيب طيب موتري 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 وين هو؟ ايش؟ موتري كيف مشي هناك؟ لا مش كذا مش كذا مش كذا مش كذا. لا ما اموت كذا، لا والله ما اموت كذا. لا يا اخي وقف 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 يا ابن الحلال، وقف يرحم امك، وقف تكفى. كيف موتري راح هناك؟ والله ما أكمل.